هلا وحبايبي، اليوم انا وين؟ مثل ما تشوفون بشارع محمد الامين، اجمل شارع بكربلاء. اول ما دخلت لاحظت ابو كرزات وكلش حبيت ازوره، بس هالمره ما راح اروح وحدي. علاوي وياي وانت تعال. علاوي لحظه، انا ما اريد كرزات، اريد هذا الدبدوب اشتري. شوف ايش قد حلو. يلا تعال طب. السلام عليكم، حم والديك، اريد قسم الحمضيات. استاذ عبد الله، عندنا هذا القمر الدين، الحوامض كل انواعه، الرمان، الكيوي، التمر هند، المشمش، هذا نجيبه من شغلاوه. تفضل استاذ عبد الله. عاش ايديك. وين جماعة الحمضيات؟ فتشي روعة. وهسه اجينا القسم المكسرات بكل انواعها، سوي لي تشكيلة غازة وفستق ولوز. الشوكليت كم نوعيات عندكم موفرين؟ الشوكليت موفرين بكل انواعها، الاوكراني والايراني عندنا هم موجود، وعندنا الكاكاو والدارك بكل النسب مناته متوفرة عندنا ان شاء الله. الغريب بالشوكليت لاحظناه اسود، على عودها ليش سودة؟ المحرم. حلوة كلش عجبتني. شكل لي على ذوقك من هذا الشوكليت. احلى شيء المكان بارد ثلج ونظيف واسعاره كلش حلوه. عبد الله تعال خل نفيد المتابعين، شلو. اللي رايح لايران ورايح للشمال وراجع ناس يجيب صاغه يتلاحق روحه من هنا، كل شيء موجود. هذه الساون الايراني وهذه صاغات الشمال كلها متوفره، وموفرين قسم خاص للمحبين المعجنات مثل الكليتشه، كعب الغزال، والكعك بانواع زيت الزيتون وبالدهن وبالسمسم. جماعه الدايت والحميه موفرين لكم منتجات خاصه بكم. اخوان اذا حبيتوا تزورهم عنوانهم كربلاء، شارع بيت المحافظ مقابل شارع محمد الامين. والحلو عندهم توصيل، هذه ارقام التوصيل اذا تحبون تتواصلون وياهم. تحياتي لكم.